السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين جميعا. المفروض أنكم متعودين علي في مساء إني أنا أعطيكم الصبح. نبغى لكم في قضية في شيء، أنا مغطكم لين آخر الليل مداكم نمتم، مدا الناس رقدت والناس اللي عندها دوام مدها نامت. يعني يمكن اللي بيشوفون هذا السنابات بيشوفون الصبح وبيلوموني عليه، بيقول أنت ما تنزل الوقت. المفروض إن يا جماعة أني أنزل لكم اليوم قضية جنائية وأنزل معها سلمك الله يعني جولة في مسلسل. أنا عشان أشتتكم بس، ترى في اكثر من واحد ما شاء الله عليه ارسل لي مقاطع من المسلسل وقال لي معاذ رايك وش الغلط هنا، انا دائما اشوف يسوون كذا وش كذا، فانا حبيت الوضع يعني تريحوني في مسألة اني اروح ادور على المسلسل واقصقص واحط. فكويس حلو جدا، اذا عندك لقطه معينه من المسلسل وما عرفت وش قاعد يسوي الاخصائي او الناس اللي هناك علمني تساعد، يعني من هنا اجيب من وراء ظهرك المحتوى وكذا. فاليوم عندنا يا جماعه قضيه بسيطه، ظريفين ما شاء الله عليكم. انا عارف ان الخلفيه سوداء واللبس اسود، ما تشوف لكن مانيكن يعني. في ناس طريفه يقول معاذ دراكولا جنائيات، والله ديسلايك على ذبت مخيسه مره. مهم، انا متاكد انه يوم من الايام كنت انت تبحر في جوجل كذا تشوف عن اغرب الحقائق واغرب الاشياء يعني اللي ايش يسوون المشاهير. طبعا انا وياك عارف ان المشاهير في عندهم يعني يوصلون مرحله انه خلاص ما هم فلوس ولا شيء، فبيأمن على حياته في شيء معين يعني، أو بيأمن على الشيء اللي يجلب له الشهرة. في شيء سلمك الله اسمه تأمين على الممتلكات. التأمين على الممتلكات سلمك الله تراه والله العظيم لما أقول لك أشياء تنبل. في واحد اسمه جولي روبرتس مأمنة سلمك الله على ابتسامتها ب 30 مليون دولار. ميسي 900 مليون على رجليه. في واحد اسمه توم جونز. توم جونز سلمك الله مسوي تأمين على شخص شعر صدره. توم جونز مسوي تأمين على شعر صدره سلمك الله بما يقارب 3 مليون دولار أو جنيه استرليني. طيب الحين ممكن تقول لي معاطي وش سالفة التأمين على الممتلكات، ثم الحين تتكلم عن التأمين. طيب أنا أقول لك التأمين سلمك الله في تأمين آخر اسمه التأمين على الحياة. التأمين على الحياة هذا سلمك الله يكون يا أن شخص يملك التأمين هذا هو صاحبه، يعني هو صاحب التأمين، أو أن سلمك الله شخص ما يملك التأمين زين، بس أنه مثلا على شخص يعني مثلا أنا مثلا أنا دفعت حق تأمين حياتي. زين يعني انا ما قدرت ادفع التامين، بس دفعت حق تامين حياتي، في على قدر الله توفيت ولا صار بك شيء زين، انا ضيعت، انا ما صرت اجمع. طيب تامين الحياه، خلنا واقفين تامين الحياه، يعني اذا ابحرت في علم انا ما اعرف فيه بجيب العيد، لا تصيرون مثلي. بس عشان ما اضيعكم، بس عشان تفهمون القصه كامله، فرضا عبد العزيز دفع مثلا لزوجته مثلا تأمين حياتها. تأمين حياتها كم؟ والله مثلا 100,000. زين؟ ال 100,000 بعد ما تموت زوجته هو ياخذها. واضحين؟ واضحين؟ واضح؟ يعني انه في منفعة مادية إذا توفت زوجة عبد العزيز. تمام هنا؟ تمام. نبدأ في قضيتنا اليوم. في كثير من الأحيان يا جماعة يشتبه على الأطباء الشرعيين وعلى المحققين سوالف الانتحار من القاتل، خصوصا لما يجي الموضوع على سالفة ايش؟ لما في شخص يعني يطب من عمارة او من شقة من الدور العاشر او الثامن او السابع او الرابع او ما تسميها، شخص طب حد زبده ومات. فمن الاشياء اللي يدخل فيها المنطق زين انك تحسب كل تفصيل، كل شيء في تفاصيل تحسب الامتار السنتيمترات، القفزة، الطول، الوزن، مسافة السقوط، مسافة قوة الارتطام، هذه كلها تحسبها، هذه كلها محسوبة. ما في شيء تقولك والله جاء بالصدفة، لا ما في شيء، في شيء هنا منطق وفيزياء موجودة، فهم؟ فكل شيء كان له حساب. أنا ترى ما هوشكم والله، أنا مسفهل بالشرح. مهم، فأنت تقول معاذ الحين تأمين في الحياة ثم الحين فيزياء وش وضعك؟ عام 1970 في أمريكا، في بداية عام 1970 يا جماعة كان في واحد اسمه آيريس سيجار. آيريس سيجار سلمك الله كل جيرانها اللي حولها يعرفون ان زوج آيريس سكر نكير. الرجال سلمك الله اول ما يفتح ريقه، اول ما يفتح ريقه سلمك الله على كوبين فودكا ايزوليت. من فهم الكبد على طول، الكبد ما مديها تصبح الا تربة السموم اللي شاربها. جيرانها كانوا دائما يقولوا يا عبد الحلال شوف لك واحد غيره، شوف لك رجال ثاني. يعني ها حركي. شو رجال ثاني وين؟ بوفيه واحنا نختار النبي. قلت طيب اقنعيه وري مقاطع توعويه شيء دخلي زبطي. قلت اي اول ما يفتح الباب اول ما يدخل بطنه علي.
رجال ما يعني هي منتهي اموره يعني. قلت طيب وش الحال؟ قلت والله اصبر عليه شو اسوي انا يعني، ان شاء الله يموت ان شاء الله شو اسوي، يموت ان شاء الله ونفتك. اللي صار سلمك الله انا في بدايه عام 1970 جاء بلاغ، جت بلاغات الشرطه وجت الناس واجتمعت، وش السالفه يا جماعه؟ الا والله في مره متبعثره في الارض، متبعثره في الارض، وحده طايحه. جت الشرطه وشافت سلمك الله وبقع الدماء. معلومه بسيطه، بين الارض وشقه اير سيجار 61 متر زين، وبين اير سيجار اللي متمدد في الارض متبعثره طايحه زين نقطه السقوط واقرب نقطه للمبنى 5 متر تمام، 61 متر و5 متر واضحين؟ واضحين. جت الشرطه اخذ اكتبت البيانات هذه واكتبت التفاصيل وراحت سلمك الله عشان تاخذ اقوال الشهود، اقوال الناس، اقوال العائله وما الى ذلك. وش راح عند زوجها؟ مساك الله بالخير، مساك الله بالنور، رد عليه. قال فلان، قال ها، قال وش العلم؟ قال والله العلم سلمك الله انها كانت بتشغل مكيف وانت زي ما انت شايف الدريشه كبيره وقفت هي على هذا عشان هي قصيره، وقفت عشان تبي تشغل مكيف اللي والله طاح. الزوج كان يدافع باستماته على مساله ان هي والله انها زلقت. قال يا ولد، قال والله انها زلقت، قال يمكنها منتحره طيب. قال لا لا ما انتحرت، هي زلقت يا اخوي، ما بيننا شيء، هي انا شايفك انت بتشغل مكيف وزلقت وطاح. قال هذا كم؟ قال هذا اثنين. قال انت كران صح؟ قال والله كوبي فودكا على الريق عشان مزاج بس. ترى حرفين يعني تحسبني جايبها من راسي، لا حرفين يمكن يستجوبونك كان سكران. المهم فقالوا لين 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 تضبط امورك ان شاء الله وناخذ اقوالك. فقاعدين ياخذون اقوال الجيران، يوم كانوا ياخذون اقوال الجيران سلمك الله قالوا انه هي اصلا كانت تبي تنتحر. وهو سمع قالوا لا ما ما تنتحر هذه، كان انا شايف. قال يا اخ ايش ايش؟ فاللي صار سلمك الله كل الجيران وقالوا انه ايش، انها كانت عندها دوافع واسباب انها تنتحر. الرجال باستماته يدافع عن الموضوع. المحققين سلمك الله زين مع الطب مع الاطباء الشرعيين ما استقروا على مساله ان هي انها انتحار او انها سقوط يعني اختعت وطاحت. لكن الرجال يعني يدافع باستماته عن موضوع انها ايش انها سقطت. زين هم ما هم قاعدين يركزون على الجوانب الاخرى والدوافع الاخرى للرجل، لا كانوا يركزون على ايش؟ تعرف اللي يقول لك يسمونه تانل فيجن، يعني هو رؤيه النفق، يعني فقط في رؤيه واحده يمشون عليها. زين هم كانت عندهم رؤيتين، يا سقوط انتحار، ما كانوا يركزون على الدوافع، فكانوا يمشون على هذا الموضوع يا سقوط انتحار. بعدين جاء طبيب شرعي قال لهم اسمعوا صليتوا على النبي؟ قالوا احنا كفار. قال لي صح. قالوا خلينا نشوف منين سقطت. قالوا سقطت من هنا. قال حلو حلو، كم وزنها؟ قال وزنها كذا كذا كذا. حلوين طولها؟ قال طولها كذا كذا. قال حلوين، واخذع بالدميه. جابوا دميه نفس المواصفات واخذعوا بالدميه خلوها تطيح. اللي والله لقوها طاحت على بعد 3 أمتار من اقرب نقطه. طبعا من غير المنطق انك تسويها مره واحده تقول خلاص انا اثبت أنا فرضيتي ونظريتي ضد هذا الرجل. لا، اللي صار سلمك الله حاول مره اولى وثانيه وثالثه، اكتشفوا حاجه انه اقرب نقطه 2 متر من اقرب مسافه للمبنى في مكان السقوط، وابعد مسافه 4 متر، ما وصلت 5 متر ابدا. ف قاعدين نضرب بعض. قال يا ولد يمكن انتحر طيب يا اخي، يمكن قمزت. بس يقول الرجال يقول انها ما قمزت، يقول قدام عيني يقول انا شايفها زلقت، زلقت وطاحت. تعرف الزلق ما في احد بيزلق ويقمز، يعني عمرك شفت واحد زلق ثم قمز؟ ما في، الزلق يطيح تقريبا مقارب للمكان، او نبي تشبث او نبي شيء بيكون يعني قريب من المكان، فهمت علي؟ فقالوا هذا المنطق الوحيد. قال يا ولد يمكن انك ظلمت الرجال وسكران. قال لا ما ظلمت، تاكد من وراه، شوف ابحث وراه. رجع عند الرجال قال ولد، قال ها، قال احنا عندنا علم كامل. قال وشو؟ قال احنا باستخدام العلم والمنطق زين عرفنا سلمك الله، وقالوا له المعلومات كامله. قال لا هي سقطت، الزبده انها سقطت ما انتحرت. قال هو بعد يعني تثبت يعني نظريتنا حول هذا الموضوع. يوم هذا واخذوا ينبشون وراه ينبشون وراه، لقى وشو؟ في تأمين بوليصة التأمين الحياة زين عليه مقدر ب $100,000، وانه اذا ماتت انتحار ما راح تستفيد من ما راح هو يستفيد من بوليصة التأمين، اذا صارت انتحار ما راح يستفيد هو،
فاذا بس انها تعثرت وسقطت وماتت زين لا انه هو يستفيد من بروسيس التامين يعني بيدفع 10,000 20,000 حق جنازتها والباقي حطه هنا. فعرفوا الدافع يعني طلع بالاخير الرجال هو اللي ماسكه وشاق راسه انه كله مدفع. طبعا كيف عرفوا انه هو اللي اعترف هو تكلم عن الموضوع؟ لانه والله كنت سكران وغضبانا ما كان اسف لكن اخذها ورمى 100,000 ما راحت عليه طبعا حكموا عليه اعدام وقتها. ايه بس هذه قصتنا هذا اليوم. اتمنى ما طلت عليكم موضوع جو. كنت اقول لكم جوله في مسلسل لكن عارفني انا بمغطكم شوي. انا يا جماعه ترى مقطع يوتيوب بس شفتكم في الصور ترى راح يكون مقطع يوتيوب فقط يعني. فلين ابغى احاول اضبطه كذا واقصقص. اتمنى لكم نفس اني اقصقص يعني عندكم هنا تطفشون وتسوون سكيبات لكن باليوتيوب ما في سكيبات. مرتين واحده حتى تشوف المده انك تسوي سكيب على كيفك. فبس باذن الله بنزل هذه السنابات في يوتيوب ان شاء الله. استودعكم الله نراكم على خير. اتمنى ما طلت عليكم. في فقره خلف الكواليس سويتها كنت اجيبكم على خير ان شاء الله. في مدينه امريكا في مدينه امريكا حافظ مش فاهم عام 1970 سلمت الله في امريكا في بالتيمور كان في وحده اسمها ايريس سيجار. ايريس سيجار كان زوجها سكير نكير بطل فودكا بطل ريد ليبل طبعا من عندي هذه من عندي بس اتكلم عن لا مو من عندي انه لا مو من عندي قصدي انا